لو مرة عقيدتها في الفقراء والشيوخ إن عترت في الوطا يا فلان دي ما مرة صالحة، دي مرة مشركة، مرة مشركة ما بتنفع. وزواج المشركة والكافرة لا يجوز يا ناس. كيف يا مولانا تقول لنا إن الزول لو نادى أو نده غير الله مشرك؟ ما أنا اللي قلتها، الله قال، ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو، أسمع كلام الله كويس وانتبه للآيات دي، ربنا قال ومن يدعو مع الله، مع الله إلها آخر، يعني شنو مع الله؟ زول يقول يا الله تنجدني وتفزعني، ويا فلان شيخ فلان تنجدني وتفزعني، خدتها مع الله ولا ما خدتها؟ خدتها، ده مشرك. ده إذا كان مشرك، طيب في زول ما بيجيب الله ذاته، أول ما عتر بيقول يا شيخي فلان الله ذاته ما بيجيبه، هذا تسميه شنو؟ البنادي الله وبنادي واحد مع الله ده مشرك. طيب الزول ما بنادي الله كله 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 بنادي الشيوخ والفقراء، وده حاصل يا جماعة الليلة والله العظيم. بلدنا دي ملانة شرك ما يعلم به إلا الله، إلا ربنا سبحانه وتعالى. في التلفزيون، ولا تمشي بعيد، في التلفزيون الواحد ده قال بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين ميتين بناديهم، جملة وفرادي بنادي سيادي، في الليلة الهادي بنادي سيادي، ده الكفر ذاته. والله قال كده، ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله قال أي زول بنادي غير الله كافر من الكفار. والغريبة إنه في ناس جهلة، الواحد مخه ده تلقاه مقفل مطبل، لا دار يفهم ولا دار يفتح مخه ده عشان يفهم، ولا دار يخلي الناس التانيين يفهموا. كيف يا ناس؟ نحن ما نبذنا زول، ما قلنا ينعل أبو الشيخ الفلاني، ما قلنا والله، ولا قلنا ينعل أمه، قلنا يا جماعة، ولا قلنا ينعل قبيلته، ولا نبذنا شكله ولا لونه ولا قبيلته. نحن قلنا ما تنادي إلا الله. وروني الغلط وين. الله قال كده يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أدعوني هو الله. لو في زول زعلان، زعلان من الله ما مننا، زعلان من الرسول صلى الله عليه وسلم ما مننا، لأنه قال أدعوني براي وربنا. يا أخي ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد ذي الرسول ما تدعو مع الله. تاني تقول لا يا أخي دل ما صالحين، في زول أصلح من الرسول يا جماعة؟ في زول صلاحه زي الرسول صلى الله عليه وسلم سوا ما في، ما في. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي ودي عمه ابن عباس يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، جزاك الله خير، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.